إذن ترقب شديد لما قد يسفر عنه. الآن صافرات إنذار تدو في المناطق الجنوبية من عسقلان، أيضا صافرات إنذار في المناطق الشمالية ورشقات صاروخية أحمد في الجهة الأخرى نراها بالفعل. نسمع أصوات انفجارات الآن تزامنا 8 أو 9 صواريخ حتى الآن، رشقة صاروخية كبيرة، عشرات الصواريخ تنطلق، سمعنا أكثر من 15 انفجارا حتى الآن، لكن المشكلة أن هذه الصواريخ هي تحت الشمس مباشرة ولا يمكن تصويرها. نراها نحن من الناحية الأخرى. أحمد ابقى معنا. 20 انفجارا حتى الآن، أكثر من 20 انفجارا في عسقلان حتى الآن، أكثر من 30 انفجارا في عسقلان حتى الآن. خلال أقل من دقيقة بعد تهديد كتائب القسام أو بعد دعوة كتائب القسام لمستوطني عسقلان بمغادرتها، إذن عشرات الصواريخ، أكثر من 30 صاروخا خلال دقيقة واحدة، ولا تزال تدوي حتى الآن، أطلقت باتجاه عسقلان بعد انتهاء المهلة التي حددتها كتائب القسام لمستوطني عسقلان. نعم، بمغادرتها ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المدنيين في قطاع غزة. أحمد، كما نرى على الشاشة صورة من عسقلان ومن غزة، انطلاق هذه الرشقات الصاروخية من القطاع باتجاه عسقلان بعد أن قال الناطق باسم القسام إنه ردا على جرائم التهجير ونزوح أهل غزة، فإن الفصائل تمهل سكان عسقلان حتى 5 لمغادرتها. نرى الآن هذه الرشقات الصاروخية، وأحمد يطلعنا على الصورة من عسقلان. على ما يبدو بحسب التقديرات أحمد، حتى الآن بحسب التقديرات الإسرائيلية، أكثر من 100 صاروخ أطلقت خلال دقيقتين من قطاع غزة باتجاه عسقلان. إذن رشقة ضخمة لا تزال حتى الآن 3 دقائق تقريبا، والرشقات الصاروخية مستمرة من قطاع سماء عسقلان تمام هذا القصف، ولا يزال مستمرا حتى الآن. صافرات الإنذار تدوي، الصواريخ كذلك تنفجر في هذه المنطقة فوق سماء عسقلان، المناطق الجنوبية من عسقلان والمناطق الشمالية من عسقلان، أيضا هذه الصواريخ تدوي وتنفجر فوق قاعدة زيكيم العسكرية. أصوات الانفجارات تأتي منذ ساعات الصباح من مناطق جباليا المحاذية نتيجة للقصف المدفعي الإسرائيلي، لكن الآن الحرب ليست على جانب واحد من الحدود بل على جانبي الحدود. أصوات انفجارات، أكثر من 100 صاروخ بحسب التقديرات الإسرائيلية أطلقت من قطاع غزة خلال 3 دقائق. على ما يبدو انتهت هذه الرشقة، لكنها كانت مكثفة، وعلى ما يبدو أكثر من 100 صاروخ. هذه المرة تختلف الرشقة عن الرشقات السابقة بأنه سبقها تحذير وإنذار من كتائب المقاومة من أبو عبيدة الناطق باسم.